ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة واحدة من الرمان كل يوم؟ الرمان فاكهة تتكون من حبوب حمراء تحتوي على رحيق عصاري حلو يحيط ببذرة بيضاء في المنتصف، ويبدأ موسم الرمان من أواخر الصيف إلى أوائل الشتاء. ولاختيار الثمرة الناضجة يجب أن تكون ثقيلة وأن تكون قشرتها الخارجية صلبة ولا تؤثر الخدوش الصغيرة الموجودة على القشرة في الفاكهة من الداخل. ويمكن تناول الرمان كوجبة خفيفة أو على شكل عصير، كما يمكن إضافته كمكون مميز إلى السلطات والزبادي والشوفان والحلويات. يعتبر الرمان من أكثر الفواكه الصحية على وجه الأرض، حيث أنه يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تكسب الجسم العديد من الفوائد الصحية. ومن فوائد الرمان وعصيره نذكر لكم الآتي: يعد مصدرا غنيا بمركبات البوليفينول التي تعطي الرمان لونه الأحمر، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد على مكافحة أضرار الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف، حيث يحتوي عصير الرمان على 3 أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر. يحتوي على كميات مرتفعة من فيتامين جيم، حيث إن كوبا واحدا من عصير الرمان يزود الجسم بأكثر من 40% من احتياجات الجسم اليومية من هذا الفيتامين. ولكن تجدر الإشارة إلى البسترة، يمكن أن تقلل محتوى فيتامين جيم في العصير، ولذلك ينصح باختيار عصير الرمان الطازج. يساعد عصير الرمان على تحسين عملية الهضم والتخفيف من الالتهابات المعوية، لذا يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض التهاب القولون التقرحي والتهابات الأمعاء الأخرى. يمكن أن يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الجسم للإنسولين. يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات، لذا فإن الرمان وعصيره بشكل خاص يساعدان على الحد من التهابات الجسم التي تعتبر أحد العوامل الرئيسية للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء، حيث إن مستخلص الرمان يثبط تكاثر خلايا سرطان الثدي ويقتل بعضها، ولكن هناك حاجة إلى الدراسات البشرية لتأكيد ذلك. يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى الرجال، وذلك عن طريق تثبيط نمو الأورام. يساعد على خفض ضغط الدم الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للأزمات القلبية والسكتات الدماغية، حيث أشارت الدراسات إلى أن شرب 150 لتراً من عصير الرمان يومياً يساعد على خفض ضغط الدم خلال أسبوعين. يساعد على مكافحة التهاب المفاصل والآلام المرافقة له، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التي تعد السبب الأكثر شيوعا للوفاة المبكرة في العالم. يمكن أن يساعد عصير الرمان على علاج ضعف الانتصاب، حيث إن الأضرار التأكسدية يمكن أن تضعف تدفق الدم في جميع مناطق الجسم. وقد لوحظ في إحدى الدراسات التي أجريت على الأرانب أن عصير الرمان يزيد تدفق الدم والانتصاب، ولكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات هذه الفائدة. يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، والتي قد تكون مفيدة للوقاية من الأمراض الشائعة في اللسة كالتهاب اللسة والتهاب الفم الناجم عن البدلة السنية. يمكن أن يساعد على تحسين الذاكرة البصرية واللفظية عند كبار السن وبعض العمليات الجراحية. أما عن أضرار الرمان ومحاذير استخدامه، يمكن أن يسبب عصير الرمان انخفاض ضغط الدم عند الأشخاص المعرضين لذلك، ولذلك فإنهم ينصحون باستهلاكه بحذر. يمكن أن يؤثر الرمان في ضغط الدم ويتعارض مع القدرة على تنظيمه أثناء وبعد الجراحة، ولذلك ينصح بتجنبه قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجراحة المقرر.